أشهر واحدة جسدت أدوار الشر في السينما والدراما المصرية، بلطجية الكونفرسات عليا الجباس. اتولدت في 8 يوليو عام 1943 في محافظة بورسعيد، وبدأت حياتها كمفتشة جمارك، وبعدها أسست فرقة الجمارك المسرحية سنة 1984، واشتغلت في نادي المسرح مع الفنان فؤاد صالح، وكمان شاركت في تأسيس فرقة الإقليمي مع نصر الدين غريب. سافرت القاهرة علشان تمثل في مسرحية الدارفين، وشافها المخرج أسامة أنور عكاشة، واختارها علشان تعمل دور السبعوية في مسلسل ليالي الحلمية، ودي كانت أول خطوة مهمة في حياتها الفنية. اتجهت بعدها للسينما وقدمت كتير من الأعمال زي فيلم المزاج للمخرج علي عبد الخالق، وبطولة مديحة كامل وفيفي عبده وأحمد بدير، وشاركت بعدها في فيلم يا مهلبية يا مع المخرج شريف عرفة، وبطولة ليلى علوي وهشام سليم وأحمد راتب. وللأسف تم حصرها في أدوار البلطجة، وعملت دور السجانة ومعلمة القهوة وصاحبة بيت شعبي، وكمان عملت دور مرات الأب في مسلسل نحن لا نزرع الشوك للفنانة آثار الحكيم. وكان سبب حصرها في أدوار البلطجة إنها كانت بتلعبه ببراعة، خلاها تتميز في الشكل ده من الأدوار، وبعدها تم اختيارها من بين عدد معين من الكومبارسات اللي اشتهروا بأدوار البلطجة، ومن بينهم فايزة عبد الجواد وفاطمة كشري وملك الجمل. ومن أشهر أعمالها الفنية حديث الصباح والمساء وليالي الحلمية وهستيريا وهواني جاردن سيتي و85 جنيه. توفت عليا الجباس يوم 29 مايو سنة 2002، وكان عمرها 58 سنة، ولحد النهاردة لسه بنستمتع بعملها.